قلب من تحب اعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في يوم غدير خم، اليوم الذي أمر الله به أن يكون، وأن يكون من أعظم الأعياد، أعظم الأعياد للمسلمين هو عيد الغدير، عيد الله الأكبر، يسمونه بعيد الله الأكبر. في هذا اليوم بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وأمر المسلمون كلهم نساء رجال أن يبايعوا أمير المؤمنين عليه السلام، فجاء إليه حتى أبو بكر وعمر وعثمان، وكان أبو بكر وعمر يقولون لعلي: بخم بخم لك يا علي، أصبحت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وكذلك أمر رسول الله حتى النساء أن يبايعوا لأمير المؤمنين، فأحضر إناء من الماء وأمر زوجاته واحدة واحدة أن تضع يدها في هذا الماء حتى لا يمسها أمير المؤمنين، ولكن من خلال الماء تتحقق المبايعة. فصلى الله عليك يا رسول الله وسلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يا قلب من تحب اعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم.